فإذا في فيديو اليوم سنبدأ بإعادة ستايل لكل عنصر من هذا الرئيسية. فإذا هذه هي الصفحة الرئيسية، فإذا أردت مثلا ستايلينج لهذه الصفحة الرئيسية بكل بساطة تحرير الصفحة، وكما قلت بوقت سابق أن الصفحة الرئيسية فيها مثلا خدمات آخر المقالات، وهذا الشيء الذي أنا سأقوم به الآن. طبعا هذه الصفحة أنا قلت تحرير الصفحة فظهرت لي الصفحة، الآن يمكن أن أضيف محتويات للصفحة، لكن يمكن بكل بساطة أن أقول تحرير الموقع لأحرر النموذج front page. طيب الآن سنقوم بتحرير هكذا، وسأمسح بعض الأمور، مثلا سأمسح هذا جيد، وهنا سأقوم بتجميع، وهذه التجميع أيضا سأكتب هنا تجميع بهذا الشكل، وهذه المجموعة هنا بهذا الشكل. سنكتب هنا مثلا المين كونتينر ومين كونتينر انر، وهذا المين انا اريده ليس هذا، يمكن ان نضيف له لون، لا داعي ان نضيف لون، وايضا يمكن ان نضيف له هنا مين حتى نقوم ب HTML، يعني ندعم HTML5 نستخدم مين. وهنا هذا هو التايتل، نبقيه كما هو، ربما نجعله بالمنتصف بهذا الشكل. فنلاحظوا العنوان هنا يظهر بهذا اللون البنفسجي، لماذا؟ هل لأنني لونته أنا باللون البنفسجي؟ لا، أو نعم أنا لونته باللون البنفسجي، فبالتالي هنا يمكن أن أغير هذا اللون للون الرئيسي مثلا بهذا الشكل، أو حتى مثلا أضيف له لون أسود مثلا. بالنسبة للكونتنت سأضيفه مرة أخرى، أجعله أدنى المين أدنى التايتل، وهذا الجنرال. الآن إذا قمت أنا بتحديد، لاحظوا سيظهر هذا الرئيسية فرونت بيج، هذا الاسم الذي أنا وضعته لهذه الصفحة. طيب الآن يمكن أن نضيف بعد التايتل أن نضيف مثلا مجموعة جديدة، فإذا add after، وهنا سأضيف مجموعة. هذه المجموعة مثلا يمكن أن أضيف السيرفيسز بداخلها أو الخدمات يعني. فهنا ممكن أن أضيف عنوان، هذا العنوان يكون H2 أكيد، ونحن هنا سنكتب services أو الخدمات التي نقدمها مثلا، ويمكن مثلا بالخطوط هنا أن نجعل هذا X-Large مثلا هكذا. بالنسبة للخطوط سمك الخط لا يوجد لدينا المظهر الآن، لا داعي لذلك، لا مشكلة. لاحظوا يوجد هنالك خيارات أخرى يمكن أن تكون موجودة، لكن بكل بساطة نحن دعمنا أشياء محدودة بـtheme.json. فإذا الآن add after، وهنا سأقوم بإضافة columns أو أعمدة، وبالأعمدة سأضيف ثلاثة أعمدة، أو تم إضافة عمود واحد لا مشكلة. يمكن أن أقوم بتحديد أعمدة من هنا وأختار أنني أريد ثلاثة أعمدة من هنا بهذا الشكل، ثلاثة وليس أربعة. هذه ضرورية تكديس على الجوال حتى تكون الأعمدة ريسبونسيف على الهواتف الخلوية، يتم تحميلها فوق بعضها البعض. الآن بالعمود الأول يمكن أن نضيف أيضا نضيف عنوان، هذا العنوان سيكون H3، لاحظوا التسلسل الذي أنا أسير به، وهذا العنوان سيكون مثلا ماذا نسميه، مثلا الخدمة الأولى مثلا، جيد. وأدناها هنا add after سأضيف فقرة، فإذا هنا فقرة، هذه الفقرة هنا سأكتب وصف قصير عن هذه الخدمة، جيد. طبعا هذا العمود يوجد له خصائص من هنا يمكن أن نختارها بهذا الشكل، أن نضيف له إطار وكذا. يمكن أيضا أن نضع بداخل العمود مجموعة. العمود على فكرة بالـ HTML هو عبارة عن div، ولكن الأعمدة كلها هي أيضا div، لكن لها خاصية فليكس حتى تكون بجانب بعضها، فليكس رو يعني. طبعا هذه هي، يمكن أن نجعل هذه الخدمة محاذاة للوسط، وهذا أيضا محاذاة للوسط، جيد. ويمكن هذا العمود نضيف له خلفية مثلا، نضيف له خلفية مثلا هذا اللون بهذا الشكل، ونضيف له بعض الهوامش الداخلية مثلا 20 بكسل فوق تحت وعلى الجوانب، لا داعي لهذا لأن أنا وضعتها وسط يعني، لا مشكلة. طيب الآن يمكن أن أكرر العمود بدلا أن أقوم بكتابة مرة أخرى،
تكرر تكرار بهذا الشكل. وبالنسبة للأعمدة هنا في الأعلى، لاحظوا أصبح لدي 5 أعمدة، سأعيدها ل 3 أعمدة بهذا الشكل. إذا هنا بدلا من الخدمة الأولى يمكن أن نكتب الخدمة الثانية، وهنا خدمة جيدة. إذا هذه هي. طبعا بالنسبة للخدمات ها هي كمجموعة، لاحظوا أن المجموعات الخدمات تأخذ عرض المحتوى بهذا الشكل. فإذا قمت أنا بتحديد، لاحظوا ستظهر لي الخدمات ها هي، خدمة أولى خدمة ثانية بهذا الشكل. ويمكن أيضا أن أقوم بأدنى هذه المجموعة، مثلا هذه مجموعة الخدمات، فدعوني أسميها الخدمات، يعني بلوك نيم سيرفيسز بهذا الشكل سيرفيسز. وإذا أصبحت هذه السيرفيسز، يمكن أن أقوم بتكرار سيرفيسز، سيظهر لي هنا في الأدنى، لكن هنا سأقوم بتحديدها وأختار أنني أريد متقدم، مثلا ليس سيرفيسز، هذه ستكون آخر المقالات recent articles بهذا الشكل. هذه recent articles سنغير فيها العنوان، سنجعله أحدث المقالات، وهنا سأكتب add after، واختيار طبعا أريد مسح الأعمدة الآن، لكن اختيار سأختار استعلام وأختار بداية فارغة، والآن سأختار العنوان والتاريخ أو الصورة والتاريخ والعنوان بهذا الشكل. الأعمدة سأحذفها بالنقر هنا هكذا وحذف. فإذن الآن حلقة الاستعلام في الأعلى سأحدد أنني أريد 3 عناصر في الصفحة فقط. وإذا قمت بطبعاً تضمين الاستعلام من القالب لا، فأنا أريد استرداد أحدث المقالات. فإذن لاحظوا هنا لا أريد تضمين استعلام من القالب، بل أريد أحدث المقالات. وهنا لاحظوا أعزائي بالنسبة لي قالب نموذج المقالة سأجعله شبكة جيد لتظهر بهذا الشكل. وبالنسبة لتعدد الصفحات هنا سأحذفها، وبالنسبة لا توجد نتائج سأحذفها، لا نحتاج هذا. إذن الآن قالب المقالة، إذا قمت بفتحها بهذا الشكل، فأدنى التايتل أريد إضافة المقتطف، إذن add after هكذا، وسأختار المقتطف. المقتطف لا، أحيانا يعني يكون الاسم باللغة الإنجليزية كما طبعاً. فإذا هذا هو. فإذا الآن هذا، لاحظوا هذه الصور يمكن أن نجعلها مثلا 3x2، ويمكن أن نضيف لها border radius مثلا 10 جيد. وأيضا بالنسبة لهذا يمكن أن نغير اللون حتى نجعله فيه نوع من الـ opacity. لاحظوا الآن مثلا لو اخترت مثلا لون أخضر، ولكن مع الـ opacity جيد هكذا، لأن ليس ضروري أن يظهر. بالنسبة للمقالات هذا أريدها H3، بالنسبة لهذا سأغير من لونه وأجعله مثلا النص خلفية، لا ليس الخلفية عفوا، النص سأجعله هكذا، لا ليس جميل، ربما هذا جيد. فإذا الآن لو قمت أنا بالتحديث، إذا مرة أخرى لاحظوا سيظهر لي أحدث المقالات ها هي. إذا هذه الصفحة الرئيسية فيها أحدث المقالات وهذه القصص. طبعا الآن ربما أريد أن أضيف بعض المسافة بين هذا وهذا، فيمكن بكل بساطة هنا قبل recent articles، فإذا add before أضيف مثلا فاصل أو separator أو فاصل أو divider، لا أعرف هل هو هذا، لنرى. فإذا الفاصل ها هو، نعم ها هو الفاصل. نريد المارجن الخارجي له أن يكون مثلا 50 بكسل أو 100 حتى يعطي مسافة معينة. طبعا هذا مرة أخرى هذا الشيء يعود لك عزيزي المتابع، ماذا تريد أن تفعل، كيف تريد أن تصمم، لكن أعطيك الفكرة بهذا الشكل. فإذا يمكن أن نضيف مثلا هذا الفاصل، لا أريد أن يأخذ كل هذا العرض، فيمكن أن أقوم بتجميع له وأسميه separator أو فاصل بالبلوك نيم أو divider أو أي شيء. فهذا الديفايدر الآن أصبح ضمن مجموعة، فالآن يمكن بكل بساطة أن أقوم بتحديد عرضها، فإذا أقول 400 بكسل هاي بهذا الشكل. فإذا قمت أنا بالحفظ وتحديد، لاحظوا سيظهر لي هذا الفاصل. فإذا هذا هو الموضوع.
جيد. دعونا نقوم بنسخ الكونتينر، سأنسخ الكونتينر وأضيفه للفرونت بيج، للقالب الخاص بي، بدل فرونت بيج فرونت فيم تمبلت فرونت بيج، وهنا سأمسح كل شيء ما بين ما بين الهيدر والفوتر بهذا الشكل، وأضيف الكود هنا. جيد، أنسخه كما هو، لا داعي أن أفهمه، فربما تسأل أن لا أفهمه، لا داعي أن تفهمه، فقط انسخه. عفوا، هكذا. إذا الآن بكل بساطة سأقوم الآن بإرجاع كل شيء لمسح التخصيصات وحفظ وحفظ، ونحدث. يفترض أن يظهر لنا نفس الموضوع، نفس الموضوع، وهنا تحديث هكذا، أيضا نفس الموضوع. جيد، إذا ممتاز. الآن هذه الصفحة الرئيسية. جيد، بالنسبة لصفحة المدونة، فإذا ذهبت إلى كل الصفحات، هذه هي صفحة المدونة، لاحظوا هاي. إذا قمت أنا بعرض هذه الصفحة، جيد، أيضا أريد بالنسبة للهيدر هنا، أذهب مرة أخرى للمحرر، أريد إضافة هنا رابط المدونة هنا في الأعلى في النافيجيشن. هذه فكرة أيضا جميلة، كل المواقع تستخدمها. لاحظوا أعزائي، كل شيء أنا أقوله مستخدم بكل المواقع، لكن الشكل هو الذي هو عنصر الفرق. يعني الشكل هو الفرق فقط، هو الذي يصنع الفرق، الشكل، الستايل، التصميم، عدا ذلك كلها نفس القصة، كلها نفس القضية. إذن هنا فقط أريد إضافة رابط هنا اسمه المدونة، هاي ظهرت لي، هذا سأضيفها. جيد، وهنا يمكن أن أغير التسمية، فإذن مثلا مقالاتنا، وهنا إذن هذا مقالاتنا، وهنا بالنسبة سأفتح هكذا، هذه هي التنقل، سأحددها، سأحذف الأشياء، هذا إزالة مكون، إزالة مكون، إزالة مكون، أبقي المقالات وفقط من، إذن هذه المقالة اسمها قائمة جديدة في الهيدر، هكذا اسمها. فإذا الآن لو أحدثت سيظهر لي هنا رابط مقالاتنا، سنقوم بالنقر عليه، فإذا هذه هي صفحة مقالاتنا. الآن نريد هذه البلوك هوم أن نقوم بالقيام أيضا القيام بتعديلها، فلاحظوا بشكل سريع، أنا سأذهب إلى محرر الشفرة البرمجية، وهنا كل شيء ما بين الهيدر والفوتر سأحذفه، أو لا، أنا أحتاج، عفوا، لا أحذف، فعليا أنا أريده، فقط أريد مسح أن هذا this is home. جيد، فقط، ويمكن أن أحذفها. لاحظوا أنا علمتك كيف تحذفها من المحرر البرمجي، من محرر الشفرة، أو من خلال المحرر الشفرة، أو من خلال الحذف والعاقب، يعني أن تكتب هنا حذف، أن تنقر على حذف. هذا لن أغيرها كثيرا، ستبقى مثل ما هي بهذا الشكل. لاحظوا، إذن هنا لدينا